اليوتيس واللي كيجي بواحد الحله جديده من بعد الوقوف هاد السنوات ديال كوفيد، وكيجمع تقريبا 40 دوله و 400 عارض، وهو غادي مناسبه للاطلاع على المستجدات في القطاع الفلاحي، وغادي تكون فيه عده يعني اتفاقيات بين الفاعلين وبين كذلك مع الدول الافريقيه في اطار ديال تنزيل الاستراتيجيه ديال التعاون جنوب جنوب، والاطلاع كذلك على المنظومه اللي كتدور حول سلسله ديال القطاع الصيد البحري. كتعرفوا القطاع هاد السنه دا 28 مليار ديال الدرهم ديال ليكسبورتاسيون ديال لي برودوي دو لابيش، تقريبا زائد 16% بالنسبه للقيمه، مع العلم انه يعني كانوا مشاكل في السنه الماضيه، ولكن الحمد لله هذا الشيء اللي جاي هو احسن، وغادي تكون سنه احسن هذه السنه المقبله، وهذا معرض اللي هو يمكن نقول لها يعني الوجهه ديال الصيد البحري، وبانه ستين فيترين اللي كيبين العمل الكبير اللي كيقوم به هذا القطاع واللي هو جد مهم. كذلك يمكننا نقولوا بانه جد فرحين بانه تقريبا اليوم كاع الناس اللي مشتغلين في القطاع البحري عندهم لا بروتيكسيون سوسيال ديالهم، وعندهم لاسيرونس مالادي اوبليغاتوار، بما فيهم يعني الصياده الصغار، وهذا شيء جد ايجابي في المدرج في ما يخص المشروع الكبير ديال صاحب الجلاله ديال الله ينصرو ديال التغطيه الاجتماعيه. وشكرا لكم.